وينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل آل علي. مساء الخير دكتور. وبداية، يعني اجتماع القاهرة والمنامة حمل بشائر لمنطقة أكثر تماسكا في مواجهة الإرهاب وفي مواجهة قطر التي لا زالت تتهرب حقيقة من الاعتراف بدعم وتمويل الإرهاب إلى قضايا انصرافية وآخرها دعواها الباطلة بتدويل الحج. ما تعليقك دكتور؟ بسم الله، صلى الله وسلم على رسول الله. نشكر لكم هذا التواصل. الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله جل وعلا لدول المنطقة الأمن والاستقرار والتماسك ونبذ ما هو سيء للبشرية جمعا. الحقيقة أن هذين الاجتماعين للدول الأربع، القاهرة والرياض المنامة وأبو ظبي، الحقها حمل هذه البشرى التي ذكرت، والحقها جعل النقط على الحروف في مسألة محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، والحق ما يتناغم ويتفق تماما مع ما يدعو له العالم أجمع. الحق هناك حبة كبيرة جدا من دول العالم لمحاربة الإرهاب واقتلاعه واجتيابه من أصوله، وهناك دول خارجة أو منظمات خارجة عن إطار القانون وعن المصلحة الإنسانية للبشرية جمعا. هذه الدول هي تدعم الإرهاب وتدعو له وتحرض عليه، والحق تؤسس لهذا العمل الشيطاني، الحق الذي يؤزه الشيطان أزى في هذا التوجه. وتجد أن هناك أمور حقيقة انصرافية ينصرفون فيها يمينا وشمالا، حتى لا أحد يثبت عليهم ما هم واقعون به أصلا. فنجد أن هذه الدول أبانت هذا الموضوع حقيقة القوي جدا في مسألة محاربة الإرهاب، ونرى أن السياسة في دولة قطر ومن خلفها يدعمها هي الحق سياسات تشنجية تدعو إلى مأسسة هذا الإجرام العالمي الحقيقة، ولعل من أعظمها أذية وإساءة لنا كسعوديين وكدول الخليج عربي وعرب ومسلمين. هذه الدعوة المقيتة التي لا يدعو فيها إلا دولا قد وصمت بأنها دول الشر ومحور الشر ومحور السوء والأذى للإنسانية، وهي تدوير الحج وتسييسه. الحقيقة أن المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز إلى وقتنا الراهن في عهد خادم الحرمين الشريف الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين، هي الحقيقة تؤمن هذا المنسك العظيم وتدعو إلى إبعاده عن أي شيء سياسي، ويتعامل مع الناس من أي دولة كانت تعاملا على قدم المساواة في مسألة تأمين الحج، وجعله خالصا لله جل وعلا كما أراده الله. هذا سبيل الله، وإلى الله يجب أن يحافظ. ولذلك قامت المملكة العربية السعودية وستقوم وستظل كذلك. إن المشاركة في مسألة إدارة شؤون الحج والحقيقة إحباط أي عمل يعتبر فيه إصلاحا للحاج نفسه، لأن تعرف حينما يكون المسؤول عن تأمين الحج من العهد الأولي قبل دولة آل سعود، ومن العهود التي مضت هو يتولى أمر الحج دولة واحدة هي تقوم بأمره وما يلزمها، وتكون هي أمام الله جل وعلا وأمام البشرية هي الحق الحامية والراعية لهذا الأمر. ورأينا موقف خادم الحرمين الشريفين حينما حصل الإصابات في الحج لأمر قدري ولا يخفى على الناس هذا الأمر. نعم. كيف كان الملك حفظه الله وقف على المصابين الإيرانيين بنفسه، وكانت هناك تعويضات من عند نفسه قبل أن تطلب منه، والحق تسابقا إلى مثل هذا الموقف الإنساني الرائع الذي هو انبثق أصلا من الدين نفسه. نعم. من دين الإسلام. والمملكة العربية السعودية جعلت هناك تناغما وربطا بين علمها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبين دستورها وهي شرع الله المطهر، وبين واقعها وهي أن تحمي المقدسات الإسلامية. ورأينا أن مثل أي موقف يتكلم ضد هذا الأمر هو الحق إعلان عداء وحرب، كما ذكرها معالي وزير خارجيتنا الأستاذ عادل الجبير وفقه الله، هو الحق ينم عن مشاعر الأمة أجمع. لأن حق مثل هذه القضية هو يراد للحج أن لا يقوم، ويراد لهذه الشريعة وهذه الشعيرة المعظمة، وما يعظم شعائر الله فإنها من تقطع القلوب أن لا تكون معظمة، إلى كيف يكون تعظيمها باشتراك الناس في إدارتها. وأي اشتراك يكون في أنظمة تختلف تبيح المنكرات وتبيح الممنوعات وتؤسس لكثير من القضايا التي هي تنضوي تحت انضواء تام لا
إلهي كما هو أرى كما أريد لهذا المكانين المقدسين مكة والمدينة، فرأينا أن مثل هذا هو اعتداء على حق أي سعودي وأي خليجي وأي مسلم عربي حر أبي بعيد عن هذا الأمر. نعم دكتور، كما تفضلت، يعني هي دعوة لا شك للدعاية السياسية لا أكثر، وهي دعوة فارغة كما ذكرت. المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل آل علي، شكرا جزيلا لك. شكرا.